انا هعتبر حضرتك زي اختي، ومن هذا المنطلق اسمحي لي ان انا اوصلك. وبالرغم من انها اتجوزتك وانت راجل غني ما سابتش الشغل عشان هي مش حاسه بامان. تعوزني اروح المكتبه بعربيه عشان زمايلي يحسوا ان انا بتنطط عليهم. امال بتروحي الشغلانه دي ليه اصلا؟ على فكره انا مش مستريحه، مش حابه احساس ان في حد بيراقبني، حاسه بوجودك طول الوقت، مش عارفه اخد راحتي. عليا اختي دي صعبه قوي، وساعدتك وانا استحملتها كتير عشان خاطر معاك، بس مش قادر. انا ما بدفعلكش فلوس عشان تيجي تعيط لي هنا يا اخويا. سيف وعليا ما ينفعش يغيبوا عن عينك ثانيه. الصياد اول ما قدر يوصل للجراج قبل ما يوصل للشارع كان اختفى، وده ملوش غير تفسير واحد، ان كان في عربيه مستنياه بره. ساعدتك ليه العربيه اللي هرب فيها الصياد؟ ايه رايك فيه؟ انا وهو مختلفين تماما، يعني تقدري تقولي كده زي النور والظلمة. زي ما حضرتك شايفين، أصيب بثلاث رصاصات، الأولى في البطن والتانية في الجنب اليمين والتالتة في الصدر. خلاص، ما أنا اللي ضربه وعارف إيه اللي حصل له. كان مربوط على كرسي وتعذب، وغالباً كهربوه كمان. وأنا براجع ملف المقدم نور الدين اكتشفت إنه سنة 2007 كان موجود في أسوان في دورة تدريبية، ولما بصيت على ملف الرائد البشوتي اكتشفت إنه كان موجود في نفس الدورة التدريبية في نفس المكان ونفس الزمان. مجموعة من الضباط، الرائد عبد الحميد البشوتي، مقدم نور الدين، مقدم صلاح عبد الحي، مقدم ماجد العزازي، الضباط دول كانوا بيتاجروا في السلاح. أنا شايف بعيني ماجد بيدي معلومات لناجي الخليلي. شبك ناجي الخليلي نفسه مخبر شغال معاه. تمام يا باشا. دي لسه فيها العناوين والاماكن اللي بتردد عليها نادي. عايزك تعمل ايه لازم؟ اعتبر الموضوع ده منتهى يا باشا. طاقة بدنية وجاية بالدرجة بتاعتها، سيادة الوزير بيوصى عليها انها تستلم شغلها. نعم. السلام عليكم. اهلا 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 الباشا الكبير بتاعنا. طب والله كويس ان انت لسه فاكر ان ليك باشا كبير. مساء الجمال يا حبيبتي. حبيبتك؟ ده بأمارت ايه ان شاء الله؟ بأمارت ما انت هريني تليفونات؟ ولا يمكن من كتر ما انت قاعد سرحان فيا وعمال تفكر فيا طول اليوم حاسس اني معاك فمش محتاج تعبرني اصلا. ده انا بكلمك في التليفون بتكنسل عليا. ترى انت محسسني ان انا بشحت منك. بص يا حبيبتي، انا مقصر طبعا، غلطان اكيد، بس النهارده بالذات ما ينفعش يحصل بيني وبينك مشاكل. عارفه ليه؟ اساليني ليه كده؟ ليه؟ عشان كل اللي كان بعيدني عنك خلاص خلص، انتهى الحمد لله. الحمد لله جميل جدا. الحق بقى عيش لي معاك كده يومين قبل ما سبب تاني يظهر وياخدك منا يا حبيبي. هقوم احضر لك العشاء. استعد يا حبيبي كده. اوعى تتجوز يا ابني. خلاص بقى، انت عارفه ظروف شغلي. لا انا مش عارفه حاجه، وانت اصلا ما بتقوليش اي حاجه. انا بقيت عامله زي الضيفه في حياتك يا طارق. طب اعترف بالموضوع ده والله هتلاقي كل المشاكل اللي ما بيننا انتهت، صدقني. طب والله العظيم انا ما اعرفش اعيش من غيرك. طب والله العظيم انت بيتهيألك طارق، انت مشكلتك الحقيقيه هي انا. طب تخيل كده، تخيل حياتك من غيري، والله العظيم هتلاقيها اجمل بكتير. يعني مش هتلاقي غير شويه المشاكل العاديه بتاعت كل يوم في الشغل. وطبعا باباك هيصفالك، ومش هتضطر بقى تقعد تتخانق معايا وتبرر لي، ولما هيكون عندك وقت فاضي مش هتحتاج ان انت تخ المشوار لحد الجامعه عشان توصلني وتجيبني كل يوم. يعني لو فكرت فيها كده هتلاقي كل حاجه بقت اجمل واسهل. تصدقي معاك حق فعلا. شفت بقى؟ خلاص خلاص والله العظيم بهزر بهزر. رحمه يا رحمه بقى يا بنتي بقى. رحمة، ايه النكد ده؟ مالك؟
تتكلمي عشان خاطري. باباك اتكلم النهارده. قالك حاجه ضايقتك؟ انا رديت عليه وانا عارفه ان دي نمرته. طبعا سكت لما سمع صوتي. رحت سبت الجهاز يرد عليه لما طلب تاني. هي الرساله عندك اسمها. الو يا طارق، انا مش هقول لك انت ما بتكلمنيش ليه، لان انا عارف السبب. انت محوط نفسك قصتك بشخصيات زباله مأثرين عليك يا افندي تاثير وسخ زيهم، بس مش هو ده موضوعنا. لما تبقى ترجع ولا تبقى لوحدك ولا تتنيل تخلص اللي انت بتعمله ابقى كلمني. كلمني عشان عايزك في موضوع مهم. معقوله يعني يكون قصدك انت؟ معقوله؟ امال يقصد مين؟ انا كنت نحست وتعودت على السفاله دي. بقول معلش راجل كبير دماغه بايظه، وسكت واستحملت وانا حطاك قدامي. بس لما دورت عليك المره دي ما لقيتكش وما قدرتش استحمل. والله العظيم يا طارق ما قادر استحمل. حبيبتي اقسم لك بالله العظيم هو ما يقصدك انت، هو قصده اصحابي. انا عارف ابويا راجل شديد وعنيف، بس هو مستحيل يكلمك انت كده. ده انت ام حفيد، انت مش عارفه هو بيحبه قد ايه. انا عاوزه احس بوجودك في حياتي، عاوزه احس ان انت معانا. انا فقدت الامل خلاص ان ممكن تكون في اي علاقه طبيعيه وما بيني وما بين باباك، لان بقول خلاص راجل كبير والله اعلم هيفضل عايش ما بيننا قد ايه. بس انا عاوزه احس بيك على الاقل. لما اسال نفسي انا مستحمله كل ده ليه، الاقيك والاقي اجابه. اوعدك ان انا هبقى موجود في حياتك اكتر بكتير من الاول. وانا قلت لك كل اللي كان شغلني انتهى الحمد لله. بقول لك مش انت اجازه بكره؟ خلاص يلا نخرج شويه مع بعض. لا ملوش لازمه، انا عارفه ان انت راجع تعبان من الشغل، وبعدين مش عاوزه احس يعني ان انت خارج غصب عنك او بس عشان ترضيني. خالص والله، انا عايز اخرج معاكي، عايز احتفل. انا خلصت القضيه اللي كانت شغلاني، خلصت. عايز افك دماغي بقى من القلق والشغل والهم والقرف والمشاكل. وبعدين انت وحشاني، عايز اخرج معاكي. ماشي؟ ثانية واحدة. ايه ده؟ طب غير هدومك قبل ما اشوفه عايز ايه. ماشي. الو. ايه يا باشا؟ قوم. انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. طيب ماشي يا باشا، ماشي انا جاي حالا. سلام يا باشا. سلام سعد، مع السلامة. حسن طلعت ضابط سابق في امن الدولة، اتحل مجلس تأديب من 5 سنين واشتغل في شركة امن خاصة. يعني ايه؟ مش ممكن يا طارق ده يكون اتهام ارهابيين؟ ارهابيين ايه بس يا باشا؟ هو الواحد بيحاول يفكره بس. يا باشا سيادتك مطلع على الادله وعارف ان كل اللي ماتوا مرتبطين بقضيه واحده. الراجل ده ما كانش في الدوره التدريبيه بتاعت اسوان. ممكن يكون شريك. عموما احنا لسه ما عملناش اي تحريات وما بدأناش اي تحقيقات. بص يا باشا، عشان بس ما نمشيش في حاره سد ونرجع نبدأ من اول وجديد، انا اول ما بصيت في القضيه دي سألت نفسي نفس السؤال. الارهاب ما بينقيش يا باشا، بيقتل عشوائي. ثانيا مفيش اي جماعه هتيجي تذبح راجل وتسيب عليه علامه ملهاش اي مدلول ديني واضح. ثالثا هم مش هيعملوا كل ده من غير ما يعلنوا عن نفسهم وعن اهدافهم يا باشا. انا عارف. طب وبعدين؟ ملهاش غير معنى من اتنين، يا اما الصياد ما بيقتلش لوحده، يا اما اللي مسكناه مش هو الصياد اصلا يا باشا. صياد وزفت. انا بفكر استقيل. بص يا طارق، انا خلاص مش مركز. كمل انت فحص الجثه وانا همشي. اتفضل يا باشا.
عايز ايه؟ عايز ايه؟ وده برضو كلام، ربنا يكرم اصلك يا بنت الاصول. مش انت بتقول انك راجل اخلاقي ومتربي على الغباء والكلام ده؟ بتكلم واحدة ست عايشة لوحدها في ساعة متأخرة زي كده ليه؟ اصلاً هقول لك على حاجة، انا بجيت ما بعرفش انام من غير ما اسمع صوتك. حلو جوي كده، ارجوكي ارجوكي خليني احتفظ بالذكرى ديت والضحكة ديت قبل ما انام علشان اعرف احلم لي حلم كويس. اصلاً بقالي كتير بحلم بكوابيس. يعني انت مراهق يا دكتور؟ انا عمري ما كنت مراهق، انا دحاح، عشت حياتي كلها ما بين النظريات والحالات والتدريس، عمري ما شفت الحلاوة والطعامة ديت. يا راجل امال لو كنت مقطع السمكة وديلها بقى كنت عملت ايه؟ انا نطقت على ايديكي. هو انا كنت بعرف اقول حاجة؟ ده انا كنت عامل زي البطل السكوفي، انا ما كنتش اعرف ان اعرف الكلام ده اصلا. فعلا؟ اه والله. اقول لك على حاجة، انا بجيت بسمع اغاني عمري ما سمعتها قبل كده. انا كنت بسمع طول عمري اغاني وطنية، عمري ما سمعت حاجة تاني. وبقيت بتسمع ايه بقى؟ اقول لك بس ما تكفليش السكة في وشي. بسمع الاستاذ عبد الباسط حمودي. اسمعي كده. هشام البكري مقاوم من الباطن، كان بيعمل شغل مع الداخلية وكان بيحاول يعمل شغل معانا هنا في الجهاز، عشان كده كان جاي قابل مقدم علاء نصر في العلاقات العامة. الشركة اللي هو شغال فيها وشريك فيها كانت بتحاول تعمل لوحات إرشادية في الطرق والكباري، ولما عرف ان المقدم علاء هو اللي بيتلقى العطاءات حاول انه يقابله عشان يعني يوري له شغله، لو عجبه اكيد هيوصي عليه. يعني ايه الكلام؟ سعادتك يا فندم، ده الكلام اللي اكده لنا المقدم علاء بنفسه. هو فعلا كان عنده ميعاد مع واحد اسمه هشام البكري، ما يعرفش شكله، وهو عمل له تصريح في نفس اليوم اللي دخل فيه عندنا. وهو يعرفه منين؟ في صديق مشترك يا فندم هو اللي طلب منه انه يقابله. مين الصديق ده؟ ثانية واحدة، الكلام ده حقيقي؟ يعني اللي ماجد ضربه بالنار وقتله مش الصياد؟ قتل المقاول بتاع اللوحات الإرشادية؟ أيوة سعادتك، ومتجوز ومخلف وساكن في حدائق القبة، وملوش أي علاقة بالإجرام ولا بالمجرمين، ومعندوش أي سابقة من أي نوع يا فندم، وعمره ما سافر برا مصر. سعادتك إحنا لقينا معاه بطاقة وكارنيه نادي وكل الأوراق اللي كانت موجودة بتثبت صحة الكلام ده. أمال إيه اللي حصل يوميها؟ وإيه اللي خلاه يجري ويهرب بالشكل ده؟ ملهاش غير تفسير واحد يا باشا، ده رد فعل غريزي. الراجل لقى صورته متعلقة على الحيطان والناس بتجري وراه وعايزة تقبض عليه، هرب. يا سلام، ايه المصادفة العجيبة دي؟ يعني مجرد ما سيف حكى الحكاية عم ده جه وفي نفس اليوم؟ ممكن ما تبقى صدفة يا باشا. يعني ايه؟ يعني احنا محتاجين نعرف مين اللي عمل التصريح لهشام البكري، مين اللي وصل مقدم علاء ان هو يجيله في نفس اليوم؟ مين؟ الأستاذة مشيرة المحامية. يبقى تتجاب بعد اذنكم وانا اللي احقق معاه. حمدي عايزك تعيد التحقيق من الاول، تجيب طريقه عبد الحميد وتسمع اقوالها بنفسك. تمام سعادتك. الراجل اللي اتقتل، شوف حد من العلاقات العامه يروح لمراته، ولقينا في بلطجيه خطفوه اثناء تحرير اتصاب. ايوه سعادتك. يا حمدي بيه، ده تقريبا اللي حصل. خليهم يعرضوا عليها التعويض اللي تطلبه. اي حد مكان ماجد كان هيتصرف بنفس الطريقه. سعادتك الصح ان يبقى فيه تحقيق ونشوف هيوصل ليه. لا الصح ان احنا نشوف الكوارث اللي احنا فيها الاول بعدين نبص لاي حاجه تانية. بالنسبه لمشيره ما تعرضش لاي مضايقات، التحقيق مش قانوني وما يطولش، احنا مش ناقصين اي مشاكل قانونيه او كلام في الجرايد. يا باشا دي رفع قضايا على كل الضباط اللي هنا، وانا شخصيا بحميها ولازم تستمر، لازم ابقى قدوه في تطبيق قانون الالتزام. اه طبعا، عشان كده هنقول للست مرات القتيل ان البلطجيه هم اللي قتلوه. حمدي ما لو انت شايف شغلك من الاول ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. احمد ربنا انا موجود وبنضف وراك. يا سعاده الباشا كل الضباط هنا بيكرهوها، وانا مش عايزهم يحبوها يا اخي. انا عايز اعرف في قضيه جابتها متلفقه؟ لا بس حضرتك عايز تعمل سمعه تطلع في التلفزيون وتبقى مشهور على حسابنا. لا سعادتك، لو كانت عايزه تعمل سمعه لنفسها ما كانتش جابت لنا المعلومات في قضيه السلاح، كانت طلعت في التلفزيون وفضحتنا. فاهمين؟ شوفوا شغلكم بقى يا اخي. ايوه فعلا
انا اللي عملت التصريح لهشام البكري في اليوم ده، بالرغم ان انا شخصيا ما عرفتش اطول غير بالعافيه لان ما كانش معايا تصريح. وحضرتك تعرفي هشام البكري ده منين؟ انا ما اعرفوش، اعرفه معرفه سطحيه وبس. واحد شافني في التلفزيون وألح ان هو يقابلني، افتكرته عايزني ارفع له قضيه او حاجه، ولما قابلته قال لي على موضوع الشغل اللي معاكم وطلب مني ان انا اعرفه بحد من المسؤولين. وطبعا عرض عليكي فلوس او نسبه من البيزنس ده. عرض، بس انا طبعا رفضت، مش لان ده صح او غلط، لان انا حريصه جدا ان ما يبقاش بيني وبين الجهات الامنيه اي مصلحه باستثناء القضايا اللي انا شغاله فيها وبس. ليه طلبت من المقدم علاء انه يكون التصريح بتاريخ اليوم ده بالذات؟ هشام كان بيلح عليا جدا في موضوع التصريح، وانا كنت عايزه اخلص من الموضوع ده، فلما المقدم علاء عرض عليا انه يعمل له تصريح في اليوم ده قلت له ماشي عادي. يعني انت ساعدتي شخص مجهول بالنسبه لك بدون مقابل؟ مش غريبه شويه دي؟ الغريبه يا طارق بيه ان انت تستنكر عليا موضوع زي ده، بالرغم ان انا في نفس اليوم ساعدتكم واديتكم معلومات بدون اي مقابل او اي مصلحه، بالرغم ان انتوا خصوم في قضيه مش مجهولين بالنسبه لي زي هشام. كابتن سيف ما بيلعبش هنا؟ كان بيلعب هنا ولسه رايح اوضه اللبس حالا. شكرا. العب. سيف باشا. في سؤال محيرني وما بنامش الليل بسببه، نفسي الاقي له اجابه. ازاي واحد بخبره سعادتك يغلط غلطه كبيره قوي كده؟ ويا ترى هي صدفه ولا انت كنت قاصد؟ هو احنا كان في بينا ميعاد وانا ناسي ولا حاجه؟ لا. بس الظاهر بقى انك افتكرت ان احنا بقينا اصحاب لدرجه انك ممكن تجيلي لحد هنا من غير ميعاد وتستجوبني عادي كده، والمفروض ان انا ارد عليك مش كده؟ اللي اتقتل ما كانش الصياد يا سيف. اللي اتقتل راجل بريء جاب الغلط في الجهاز يوم ما انت حكيت لنا حكايتك معاه. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. بس احنا اشتغلنا على الوصف اللي انت وصفته للرسام. تبقى غلطتكوا يا ابني عشان اعتمدتوا على وصف واحد اعمى. الراحة مستحيلة، صعب قوي ان اي حاجة تضايقني. الاحساس هو اللي بيحركنا، لو اتحرمنا منه نبقى اتحرمنا من الدوافع والاسباب. وانا حاسس برغبة واحدة، شعور واحد هو اللي مسيطر عليا، ماليني ومانع اي احساس تاني انه يظهر على السطح. ولو اتخلصت منه هترتاح؟ لو اتخلصت منه لو اتخلصت منه ساعتها بقى بقول لك انا حاسس بايه. اتفضل يا باشا. سيف اللي هو سامي. ازيك يا سيف؟ اهلا وسهلا يا فندم. معقول سيادتك جاي لحد هنا بنفسك؟ انا جاي اقول لك ان مفيش حد يقدر يلومك على اللي حصل. انت زي ما قلت لطارق يعني انك ما بتشوفش، كمان ما كانش في اي وسيله تخليك تتأكد من الصورة اللي اترسمت. بعدين أنا لما رجعت الموضوع تاني قلت أكيد في احتمال كبير إن الناس عندها لبس، يمكن الصورة بتاعت الصياد اللي اترسمت كان فيها يعني بالصدفة شبه من الراجل اللي مات، وإن الضباط لما شافوه اتهيأ لهم إن هو. حالة نفسية من الوهم من كتر ما بنتكلم عن الموضوع بتحصل كتير. والله يا فندم أنا كان نفسي أساعد أكتر من كده في الموضوع ده، بس زي ما سعادتك شايف مفيش حاجه في ايدي تاني اقدر اعملها. باشا انا المعلومات اللي عندي يعني انه سياده اللواء مكلف سعادتك انك تحط فريق البحث، والتكليف ده لسه سالي لا على حد علمي الا اذا كان في تعليمات جديده صدرت انا مش عارفها بقى. لا 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 مفيش تعليمات تاني ولا حاجه، وسيف مكمل معانا ان شاء الله.
الوقت جه عشان اتكلم في موضوع تجاره السلاح. القضيه اللي كانت السبب الاساسي في كل اللي حصل وبيحصل. انا في الاول كنت عايز احمي سمعه ناس ماتت وابعد الشبهات عن ناس لسه عايشه، بس خلاص ما فضلش منهم غير واحد، وبيتهيألي يعني ان الحقيقه مش هتضره اكتر من اللي ممكن يحصل له لو خبيت. من 7 سنين تقريبا كنت ظابط لسه متعين جديد في المباحث. اثبتت جداره وكفاءه في كذا قضيه ورا بعض، وماجد العزازي كان زميلي في الاداره وهو اللي رشحني. رشحك ليه؟ في ظابط كبير معرفش اسمه ومعرفش عنه اي حاجه كون خليه سريه من عدد من الظباط. عددهم تقريبا كانوا 5 أو 6 في الاول، منهم ناس كانوا لسه في الخدمه وناس بره الخدمه، وكان معاه شركه. تقدروا تقولوا حضراتكم كده انه كان عامل حاجه زي بوليس قطاع خاص. في الاول كان هدفهم حمايه مصالح وطنيه، وبعد كده بداوا يشتغلوا لحساب ناس بعينها. لما الموضوع كبر والشغل بدا يزيد حبوا يزودوا عدد الضباط اللي معاهم. انا رحت الدوره التدريبيه لفاسوان، ما كنتش فاهم اي حاجه، ما كنتش عارف حتى انا رايح ليه. وهناك ماجد العزازي حكالي على كل حاجه. سيف، احنا شغلنا ما فيهوش اي حاجه غلط. طب وطالما ما فيهوش اي حاجه غلط هنعمله في السر ليه؟ تحت تفلسف بقى يا ابني، انت بتبتدي حياتك ولسه متجوز جديد، يعني محتاج فلوس. مش عايز اقول لك العمليات اللي بنعملها بتكسب قد ايه. ضربها في دماغك. لما عرفت ان الموضوع له علاقه بناجي الخليلي شكيت انه ممكن يكون له علاقه بالدعارة، فاضطر ماجد ساعتها انه يوضح لي كل الحقيقه. احنا هنشارك ناجي في تجاره السلاح، بمعنى اوضح هنحتكر تجاره السلاح. انا اسف ما اقدرش اشارك في حاجه زي كده. اسمع يا سيف، احنا لو ما شاركناش ناجي هيدور على ناس تانية وهيبيع السلاح في مصر برضه، لكن لما هنشاركه هنقدر نسيطر على الموضوع ونتحكم فيه. هنعرف جاب السلاح منين، بيبيعه لمين، بيعملوا بيه ايه. واللي احنا بنعمله ده برضه مش بعيد عن شغلنا. مش بعيد عن شغلنا. اه اللي هو ايه بقى؟ ان شاء الله حفظ الامن والسيطره على المجرمين. طبعا والله شغلنا اللي انا اعرفه ان احنا نمسك المجرمين مش نتاجر معاه. لو ناجي اتمسك المافيا مدوراه هتدور على ناس تانيه، وساعتها لا نعرف نتحكم فيهم ولا نحط عيننا عليهم. بقول لك يا باشا، والنبي ما تعمليش على اني عيل صغير، سامحني يعني. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام فارغ. الموضوع كان محسوم بالنسبه لي، والكلام اللي ماجد قاله ده كان كلام فارغ، مجرد مبررات خايبة عشان يضمني معاهم ويريح ضميره بالمرة وخلاص. رفضت بوعد شرف إني ما أقولش لحد على الحكاية دي. ده الوعد اللي فضلت محافظ عليه لغاية النهاردة بالرغم من كل اللي حصل. بعد كده ما كنتش عارف بصراحة هما هيعملوا إيه معايا. معرفش هل فعلا الموضوع كده عدى على خير وهينسوا اللي حصل، ولا ممكن حد فيهم يكون قلقان مني لاتكلم او اقول على اي حاجه اعرفها. بس في حاجه بعد كده حصلت ميلت الموضوع لصالحي. الصياد. بالظبط. الصياد لما ظهر وبدا يوقف لهم الصفقات بتاعتهم ويبوظ لهم شغلهم ويستهدفهم هم وصارهم، انا اتصديت ليه وحققت انجاز كويس قوي في القضيه دي، فبعد كده سابوني. يعني كده لما ندور على الصياد ونقبض عليه نبقى بنقدم خدمة جليلة للمجموعة دي ولناجي الخليلي. معلش يا باشا، مع كل الاحترام والتقدير لسعادتك، بس أنا شايف إنه كده تقريبا يعني هو نفس المنطق اللي استخدمه مقدم ماجد مع سيف باشا عشان يقنعه إنه ينضم ليهم. سعادتك إحنا بنشتغل ضباط، شغلتنا إن إحنا نمسك المجرمين، حتى لو كان ده هيجي في صالح حد. كله هيجي دوره يا باشا، كله هيسأل. المهم إن إحنا نكون عارفين إن إحنا بنشتغل على ده، عايزين نحققه. وقال ساعتك احنا لو مسكنا الصياد مش هنبقى بنحمي حد، احنا هنبقى بنوقف تجاره السلاح في مصر تماما. هو ماجد فين؟ الصياد برضه نفس طريقه القتل ونفس الزاويه، وبيستخدم ايده الشمال ونفس العلامه الغريبه. ملتوش معاه حاجه؟ حاجه زي ايه؟
في حاجة غريبة يعني غير بطاقته طبعا. محفظته فين؟ مش عارف سعادتك. كل الحاجات اللي كانت معاه اتحرزت كلها كانت متعلقات عادية. بس القتيل ده مختلف عن اللي اتقتلوا قبل كده. ازاي يعني؟ ملوش أهل. ايه يا باشا؟ وانت هتسيبنا ولا ايه؟ لا بس بلم شويه حاجات ملهاش لازمه. اوه مساعدتك. الامر لله يا باشا، انا بس كان في حاجه كده كنت عايز استفسر عنها. خير. دي ايه دي؟ ايه؟ دي صوره من ورا لقيتها في جيب القتيل يا باشا. طالما انت عارف انك لقيتها في جيب القتيل بتسالني ليه؟ هي دي مش خط ساعتك. يا متأكد؟ أصلا أنا قارنتها بخط إيدك. بقول لسعادتك إيه؟ لو عندك اتهام صريح ليا روح قدمه اللي هو سامي. ما عندكش؟ اتفضل ورينا عرض كتافك. ماشي. أنا حاولت أغششك كلمتين أنت اللي مش راضي بقى. أقول له يا سامي عايز سعادتك فوق بسرعة. بسرعة يا باشا، شكله مستعجل قوي. باشا المعمل جهز الشريط بتاع كاميرات المراقبة اللي في الجراج. الشريط ده بيثبت ان في علاقة ما بين حسن طلعت والمقدم ماجد العزازي. دي عربية حسن طلعت. الدليل ده مع اقوال الرائد سيف يؤكد ان في علاقة ما بين الاثنين. كده يبقى احنا محتاجين ان احنا نستجوب المقدم ماجد وبشكل رسمي. اعمل ده فورا. هو ماجد فين؟ انا مش قلت ان انا عاوزه. والمفروض يكون هنا فعلا. الحاج فوزي حاولت معاه كتير، الراجل بيقسم ان اللحمه بتاعته جودتها عاليه وجايه اصلا غاليه عليه. بص بقى يا عم شكري، انا بتهيألي ان انت لو ضغطت عليه شويه هيعمل لنا تخفيض، وبعدين احنا بناخد منه كميات كبيره قوي، المفروض ينزل لنا في السعر. حاول معاه باشا. اتاخرت انت يا طارق، كنت هروح النهارده من غير ما اشوفك. معلش يا باشا، انا عارف والله ان احنا خوتينك على الاخر، بس انا بجد محتاج في ورقة باشا لقيتها بخط ايد المقدم ماجد، كانت في جيب القتيل. مين ده؟ حسن، آخر واحد اتقتل. آه. الورقة دي يا باشا فيها شوية عناوين كده، مش فاهم فيها حاجة بصراحة. معرفش ده مخزن ولا حتة هيهرب فيها، مش عارف. طب ما تسأل ماجد نفسه. هو ماجد هيري يا باشا؟ نعم. آه والله. أنا بنفسي شايفه بعيني وهو بيلم حاجته، بس ما كنتش متخيل إنه ممكن يعمل حاجة زي كده. هي الورقة دي فيها إيه بالظبط؟ الليدو. ده تلاقيه كباريه في شارع الهرم. ممكن. وعنوان شقة في الجيزة جنب الكباريه يعني. احتمال وارد برضو. في بقى مكان بعيد محذوف شوية، فابو مجدول ابو رواش. ابو رواش ايه؟ مخزن مثلا؟ وقريب من الجيزة ومن الكباريه اللي في شارع الهرم. بس ليه يعني؟ هو الراجل اللي اتقتل ده كان شغال ايه بالظبط؟ كان شغال في شركة أمن خاصة. قاتل محترف مثلا؟
مثلا. حلو، وايه اللي حصل لما الراجل اللي كانوا فاكرينه في صياد اتقتل؟ مش عارف ايه اللي حصل يا باشا. مش انا وانت كنا مع بعض في المشرحه واكتشفنا ان في حد فك ايد القتيل عن عمد؟ والحد ده ممكن يبقى ناجي الخليلي، وهو كان عايز يقتل ماجد، فماجد عايز ينتهي. لو عايز رايي، المخزن هو المكان المثالي. الراجل هيتصل بيه ويقول له عايز اشوفك، ياخده في حته بعيده عن عينين الناس ويخلص منه، ويكمل هو بقى في السكه اللي كان عايز يكمل فيها. من الاخر يا طارق يا باشا، راقب المخزن وانت توصل لماجد وناجي الخليلي. الو، انا مامت فريده ممدوح. معلش احنا حصل لنا ظروف النهارده، هضطر اجي اخدها بدري شويه. كمان شويه. متشكره قوي، باي. على فين يا مصر؟ هيكون على فين؟ ما انا قدامك اهو. ايه بس شايفك يعني عماله بتندهي على تاكس. وانت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لك طبعا يا جميل. امال هروح لفين يعني؟ ولا هبعد عنك ازاي؟ احنا مع بعض على طول.